Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 6 Temmuz 2023 Perşembe. Değerli arkadaşlar, bugün Bakara suresinin son ayetlerini okuyacağım. Yani Bakara suresini bitirmem lazım. Şu anda 257. ayetindeyim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذين حج إبراهيم بربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال إبراهيم فإن الله يهدي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم أَمْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ حَامِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئات من فانظر إلى دامك ربك لم يتسنى وانظر إلى إمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لهما فلما تبين له قال أعلم الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى
dünya ve Rabben Allah azizün hakim. Mezelul lezine yurbiquna emvalahum li zebilillahi gezeri ebbatin nendetet zebazan abin abi kulli zunbüledim mi adubba ve Allah'u yudayifu limen الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة Oh,
Allah'a
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet arkadaşlar, böylelikle Bakara suresini 257-286 ayetini böylelikle bitirmiş olduk. Elimden geldiği kadar kıraatlı, mahreçli okumaya çalıştım. Dilimin döndüğü kadar, sesimin gittiği kadar hepinize hayırlı Perşembe günü dilerim. Allah'a emanet olun. Videoyu izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık bundan sonra sizden abonelik bekliyorum, beğeni bekliyorum, yorum atın. Her yoruma açayım. Allah'a emanet olun.